السلام عليكم، ان شاء الله راكم كامل بخير، ان شاء الله راكم كامل لاباس. اليوم ان شاء الله حنديروا فيديو على كيفيه التعامل مع الضدانات اللي يخرجونا فجاه، يعني كي يكونوا في الطريق ما نعرفوهاش ونكونوا بسرعه الثالثه ومن بعد تخرج لنا ضدانه، وهذيك الضدانه اللي رقيقه اللي لازم نقصوا ونرجعوها للسرعه الاولى. كيفاش نديروا باش نرجعوها للسرعه الاولى وكيفاش نعاودوا نديماريو، يعني كيفاش نتعاملوا مع هذيك الضدانه اللي تخرج لنا فجاه. يعني كيما حنا عرفنا دائما باللي الضدانه دائما نقصوا للسرعه الثانيه ونجوزوها، ولا كي نكونوا بسرعه الثانيه نقصوا برك بالفران ونجوزوا عليها. وكاين دودانات كما قلت لكم هذوك الدودانات الرقاق اللي نرجعوهم للسرعه الاولى باش نعاودوا نديماريو، يعني نعاودوا كلي لحقنا لهذيك الدودانه كلي توقفنا وعاودنا ديمارينا. لازم تما نديروا السرعه الاولى لخاطر هذوك الدودانات راهم يجوا رقاق ويقدروا يقيسنا الطوموبيل تاعنا من التحت. يعني دوكا هذيك نقول لكم اليوم نبازيو على الدودانه اللي تكون تخرج لنا نكونوا في طريق ما نعرفوهاش ونكونوا بسرعه الثالثه وتخرج لنا هذيك الدودانه كيفاش نتعاملوا معاها. نقول لكم قعدوا معايا في الدرس. هنايا دوكا انا راني بسرعه الثالثه، نفترضوا بلي هذه الطريق ما نعرفوهاش، يعني انا نعرفها، نفترضوا بلي ما نعرفوهاش وما عندناش لافته، ساعات نطيحوا في طرقان هكذا، نكونوا نسوقوا في طرقان ما نعرفوهمش وما فيهمش لافتات، يعني ما كانش بلاكا بلي تقولي كاين دودانه. رانا قاعدين هكذا بسرعه الثالثه حتى نشوفوا دودانه هكذايا فجاه قدامنا. الحاجه الاولى نقص بالفران، نقص كي نقرب للدودانه ويهبط لي ليوي تاعي العشرين، نابي على لومبرياج نرجعها بواموغ ونعاود نديرها بخوميييغ ونعاود نديماري، نعاود نديماري كي درتها بواموغ ودرتها بخوميييغ السرعه الاولى فيها ديماراج، نعاود نرجعها سرعه ثانيه، يعني كي نعاود نديماري كيما قلت لكم دائما كي تعاودوا ديماري وسعفوا لومبرياج ما تطبقوش دفعه وحده. هي نورمالمون كي نشوفوا هي ما نكونوا بسرعه الثالثه باغ اكزومبل هنايا سكونا بسرعه الثالثه ومن بعد كشفت الدودانه، الحاجه الاولى نقص بالفران نرجعها للسرعه الثانيه على خطر هذه الدودانه راهي عريضه، نرجعتها السرعه الثانيه ونقصت برك بالفران. كي نشوف الدودانه تخبات لي وليت ما نشوفهاش نرجع ناكسيليري. مي بصح هذوما في الدودانات العراض، مي بصح كاين دودانات تكون بسرعه الثالثه وهما رقاق لازم لهم السرعه الاولى، لازم تما لازم ديروا السرعه الاولى. كيما نهدو الدودانات العراض نقص برك، شفت هذا نقص كثر مني، نبي على لومبرياج نرجعها للسرعه الاولى ونعاود انديماري، نعاود انديماري ناكسيليري ومن بعد ديك نحجم لاكسيليغاتور، نبي على لومبرياج نديرها السرعه الثانيه نزيد ناكسيليري ومن بعد ديك نشوف ما كاين والو نحجم لاكسيليغاتور ندير السرعه الثالثه، نعاود ثاني ناكسيليري. شفت بلي هنايا لازم ندور، نشعل الاشاره تاعي لتحت بلي راني حابه الدور، نقص بالفران. هنا الاولويه ماشي ليا، عندي سيدي لو باساج هنايا ماشي ستوب، عندي هنايا افسح الطريق، نابي على لومبرياج ندير السرعه الثانيه، نطلق لومبرياج نرجع لاكسيليغاتور. هذه الغونبوا راهي فارغه، لو كان كانت معمره نرجعها للسرعه الاولى. هنايا كيما قلت لكم انا هنا دوكا راني بسرعه الثانيه، كي شوفوا دودانه خرجت لنا فجاه في طريق ما نعرفوش دودانه ولا حفره، هادو بزاف ساعات نطيحوا فيها وتكونوا بسرعه الثالثه، يعني تكونوا راني يعني نهضر على مبتدئين، يعني ماهمش حيديروا السرعه الرابعه ولا الخامسه، ولا كي يكونوا في السرعه الثالثه تما برك ينقصوا بالفران ومن بعد كي يضغطوا على لومبرياج يرجعوها بواموغ ويعاودوا يديروها بريمير، على خاطر لازم تما يتوقفوا. حنا صح ما نتوقفوش بالسرعه الثالثه، مي ما نقدروش نقعدوا بهذيك السرعه، راهي تتخبط لنا السياره تاعنا في هذيك الدودانه ولا ولا نطيحوا في هذيك الحفره، لازم علينا نطيحوا في موقف اللي لازم علينا نقصوا. هنايا شوفوا انايا هنايا كاين دودانه نقص برك بالفران، شفت الدودانه تاعي رقيقه، نبي على لومبرياج نرجعها للسرعه الاولى، نطلق لومبرياج ونرجع لاكسيليغاتور غير بالعقل. هذا الفيديو خصصته للدودانات وسورتو كي يكونوا بسرعه الثالثه، يعني كي يكونوا بسرعه الثالثه كيما هنايا دوكا انايا ما نقدرتش ناكسيليري على خاطر راهي كاين ازدحام، نقص بالفران نبي على لومبرياج نرجعها للسرعه الاولى على خاطر كاين ازدحام. وهنايا ان شاء الله نكون فهمتكم كيفاش ترجعوها، يعني حبيت ندير لكم فيديو قصير باش ما يكونش، ما نحبش الفيديوهات طوال باش ما يكونوش مملين كما يقولوا. هنايا نرجعها بوامور للسيركيلاسيون راهي مطوله ومن بعديك نعاود نديماري، نرجعها بخوميييغ ونديماري. نقول لكم كيما قلت لكم في مقدمه الفيديو، كي تكونوا بسرعه الثالثه وتشوفوا دودانه فجاه ولا حفره وكنتوا في طريق ما تعرفوهاش وما كاين حتى لافته، تما رجعوها بواموغ
اونبرياج رجعوها السرعه الاولى وعاودوا ديماريو. ونقولكم تبقاو على خير، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.